أعيش الروح الغريبة روحي منهوفة عليا أدعي من رب إلهي روحي سيد نفتدي لا تزل يا نائما عن عشقنا الركن الشديد كيف لا نواه وهو اليوم ذا طف جديد أحمد أحمد ليلة الاثني اللمن راد وصيها النبي رضت الأمة وصيته يا لهذا العجبي ليلة الاثني اللمن راد وصيها النبي رضت الأمة وصيته يا لهذا العجبي تحججها وقال وهجر حسب أبو بكر وعمر حججها وقال وهجاء حسب أبو بكر وعمر يروي بن عباس ويبكي حتى يبتلئ الحصى يا أسف حسب الصحابة بالرزية من عصى لا تزل يا نائما عن عشقنا الركن الشديد كيف لا نواه وهو اليوم ذا طف جديد أحمد أحمد من رسول الله وصية راها لا تشكل إلي من بعد دور الأئمة الأمة منه الهولي من رسول الله وصية راها لا تشكل إلي من بعد دور الأئمة الأمة منه الهولي ويسمع ويكتب علي 12 مهدي لي ويسمع ويكتب علي 12 مهدي لي 12 مهدي بعد مثل الأئمة بالعدد أحمد أولهم يا حيدر هالوصية للأبد لا تزل يا نائما عن عشقنا الركن الشديد كيف لا نواه وهو اليوم ذا طف جديد أحمد 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 مصدر الهاي الوصية غيبة الطوس الخبر الطبرسي عنها يقول سند جدا معتبر مصدر الهاي الوصية غيبة الطوس الخبر جعفر الصادق حديثه سند جدا معتبر عن المحزوز النحر عن اللي راس انقبر عن المحزوز النحر عن اللي راس انقبر النبي بلي ألت وفاته من دين الموت وحضر ثبت أحمد مهدي أول وابن إمام المنتظر لا تزل يا نائما عن عشقنا الركن الشديد كيف لا نواه وهو اليوم ذا طف جديد أحمد 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 وانشد الباقر محمد عن نهج قال وصداح وصف بوصف اليماني وبعد هم أكثر شرح وانشد الباقر محمد عن نهج قال وصداح وصف بوصف اليماني وبعد هم أكثر شرح الملتوي عنا ترى من الله ما له مغفرة الملتوي عنا ترى من الله ما له مغفرة يسكن بقعر الجحيم وعنا ربك ما صفح البايع أحمد بايع الله وما خسر والله ربا لا تزل يا نائما عن عشقنا الركن الشديد كيف لا نواه وهو اليوم ذا طف جديد أحمد 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 شوف اقرأ لا تقلي بالعدد انتم قليل اقرأ بالقرآن ربك شنه قال على القليل شوف اقرأ لا تقلي بالعدد انتم قليل اقرأ بالقرآن ربك شنه قال على القليل قال قل اللي فلاح
وضدك اثره وما نجح قال قل اللي فلاح وضدك اثره وما نجح لا تعاند اقرأ وابحث دور الحق بالدليل تلقى ما غير اليماني رفع راية الكفيل لا تزل يا نائما عن عشق الركن الشديد كيف لان الله وهو اليوم ذا طف جديد أحمد 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 لا تظل تتحجج انت مرجعك ما بايعه بالعقيدة انت تقلد هاي فعلا فاجعة لا تظل تتحجج انت مرجعك ما بايع بالعقيدة انت تقلد هاي فعلا فاجعة امس لا تنسى شرح من فتب قتل الذبيح امس لا تنسى شرح من فتب قتل الذبيح ذبحه وحسي ان فتاواهم وكسره واضلعه ويجري من حسي ان دمعه على الامه الضائعه لا تزل يا نائما عن عشق الركن الشديد كيف لان الله وهو اليوم ذا طف جديد احمد احمد انا حاجيك بدليلي حول اسبه الكلام يعني لا انا مسعدكم لا شرف عند الخصام من حاجيك بدليلي حول اسبه الكلام يعني منهجكم توضح منهج السبه الامام ابن هند ومن برأه اش كثر سبه وحيدره ابن هند ومن برأه اش كثر سبه وحيدره مثل جيش الشام صرتم جهل غارق بالظلام بالسباب النصر عدكم على الاخلاق السلام كلمات الشعر ابو الطاهر الانصاري خادم اليماني والخادم اليماني المله ابو رقي الانصاري